نظرتنا أن يكون هذا سوبر آب الخدمات المالية. يعني شو؟ يعني إذا أنت تبغي تعمل مايكرو لونز تقدر تعمل من تطبيق الإيان ماني. طبعا العملات الرقمية أيضا والاستثمارات بشكل عام سواء كانت عملات رقمية سواء كانت ستوكس سواء كانت ذهب أو غيرها، هاي كلها من ضمن الاستثمارات. أنت بتحط فلوس في الإيان ماني، بعدين شو بتسوي؟ شو بتعمل فيها؟ بتحولها على طول أو بتخليها وبتستثمر جزء منها، أو بتخليها وبتحطها كسيفينج جزء منها. الإيان ماني هو عبارة عن سوبر آب مختص للخدمات المالية، وراح تشوفون منه دائما بين فترة والثانية إضافات خدمات مختلفة اللي هي تعطي اللي هي التغطية للخدمات المالية حق جميع قطاعات المجتمع. يعني الحين كثير من قطاعات المجتمع ما عنده حسابات بنكية تعطيها القابلية إن يسوي خدمات كثيرة من خلالها التطبيق هذه، وبالتعاون مع الشركاء سواء كانت شركات الناشئة أو المصارف اللي هي موجودة، راح نبدأ نقدم خدمات نستغل بذلك الأصول اللي موجودة في الإي أند جروب، اتصالات الإمارات هني في الإمارات، إن الوصول إلى المشتركين، إن الوصول إلى عمليات البيع اللي موجودة نحن عندنا، إن الوصول للمشتركين عن طريق الوكالات، بحيث إن نقدر المشترك بكل ثقة يدخل فلوسه ويبدأ يجرب الخدمات المختلفة.